السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هشرح في الفيديو ده ازاي اظبط الايزوتنستي الموجودة في المحاضرة الثالثة الدكتورة ناجية. طبعا الوقت بقى ضيق دلوقتي بالنسبة لي وبالنسبة لكم برضو، الواحد يسمع فيديو او ان انا اسجل فيديو، بس لقيت بقى ان الموضوع في الجزء ده يعني صعب شوية أو محتاج لفيديو فعلا، فأي قلت إن أنا أعمل فيديو بحيث الناس تكون فاهمة، لأن برضو إن الطرق دي مهمة جدا، كمان هتفيدك في السنين الجاية يعني، فلازم تكون عارف الموضوع ده. طبعا احنا عارفين يعني ايه ايزوتونيستي، وعارفين يعني ايه هايبرتونيك وايزوتونيك وهايبوتونيك. لازم اي حاجة تدخل الجسم لازم تكون ايزوتونيك مع الجسم، يعني التركيز اللي داخل من الدواء بقى او اي حاجة داخل الجسم لازم تكون بنفس التركيز الموجود في الجسم، عشان ما يحصلش اوزموزس اللي هو حركة السولفنت من التركيز الاقل للتركيز الاعلى، لان ده هيعمل لي مشاكل. واحنا عرفنا طبعا مشاكل في الهايبرتونيك ايه والهايبوتونيك وده الاخطر بيحصل فيها ايه، عشان كده لازم نظبط الايزوتونيستي. طيب عندنا طريقتين، هي الفريزنج بوينت ميثود والصوديوم كلورايد ايكويفالنت. في الحقيقة المفروض يعني احنا في ناس تسأل تقول طب ليه احنا ما حسبناش الاوزموتيك بريشر وسويناه بالاوزموتيك بريشر بتاع الجسم وريحنا نفسنا؟ هقول لك ان الطريقة دي صعبة، يعني مش مفيش طريقة دايركت تعمل او تقيس لي الاوزموتيك بريشر وايه ونسويه بالجسم اللي موجود في الجسم، عشان كده لجأنا للطرق البديله اللي هي بنعتمد فيها على الخصائص الحركيه او خصائص المحلول اللي انا داخل بيه ده مع خصائص المحلول الموجود في الجسم ايزوتونيك. طيب هنعتبر ان في الجسم او هنعمل شويه تجارب كده، التجارب دي كده كاني بحكي لك قصه يعني. عملوا شويه تجارب، جابوا تركيز معين من محلول هنفترض مثلا انه ان اي سي ال، وجي جربوه على الجسم فبتركيزات مختلفه طبعا، ولقوا ان التركيز اللي هو ايزوتونيك اللي ما يعملش مشاكل في الجسم، يعني لا الخلية زي ما هي سليمة، لا حصل شرينك ولا رابيتشر، عرفوا ان المحلول في الوقت ده او بالتركيز ده هو ايزوتونيك، يبقى الجسم المحلول ده في الجسم ايزوتونيك عند مثلا 9 من 10%. تمام، راحوا جايبين المحلول ده وراحوا عاملين بعض الطرق عشان يقيسوا بيها خاصية مهمة اسمها الفريزنج بوينت، وهي دي النقطة بقى اللي هنشتغل عليها. جابوا المحلول اللي هو كان الايزوتونيك مع الجسم وقاسوا الفريزنج بوينت بتاعتها، لقوها 52%. تمام، يبقى اي محلول هيدخل الجسم ككل لازم يكون الفريزنج بوينت بتاعته 52%، اللي هي ايه؟ ايزوتونيك مع الجسم. طيب كده احنا عرفنا الستاندرد بتاعنا ايه. الستاندرد بتاعنا ان المحلول ككل روشتة كاملة، اللي هي ايه روشتة كاملة؟ الروشتة انت عارف انها ممكن تبقى فيها الدواء وفيها الاضافات بتاعة الدواء اللي هي ممكن تحسن الطعم، الريحة اللي تخلي الكبسولة بقى فيها او تخلي الدواء في الشكل الفريمولا بتاعته كويسة، بالاضافات اللي احنا بنضيفها عشان نحسن بقى سولوبيلتي او ايا كان، كل الروشتة على بعض لازم مجموع الفريزنج بوينت ليها تطلع 52%. دي نقطة ومقدمة، لو فهمت دي يبقى خلاص اللي جاي كله سهل خلاص. تمام، يبقى احنا الستاندرد اللي في دماغنا وده حفظ ومهم جدا، ان الفريزنج بوينت بتاع المحلول اللي هو بقى ايه البلد واللاكريمال اللي هم الدموع والدم، الفريزنج بوينت لهم 52%. خلاص تمام كده. تمام، طيب هنعمل ايه بقى احنا؟ او موجود في كتاب كده في الفارماكوبيا اسمه ميركي اندكس، خدتوه في الترم الاول. الكتاب ده اسمه المرجع، او ده اللي انا هرجع اشوف فيه
الخصائص بتاعة الدواء ايه والكلام ده كله. طب انا هروح ابص في الكتاب ده على ايه. المفروض ان في الكتاب ده موجود ان 1% من اي محلول او من اي دواء، محلول من دواء يعني مثلا 1% من ال NaCl، او 1% من الديكستروز، 1% من اي دواء هيدخل جسمك متسجل عند الفارماكوبيا الفريزنج بوينت بتاعتها كام. يبقى انا هعتمد على الحاجتين دول في المسائل. اول حاجه اللي هي الستاندرد بتاعي اللي هو بتاع الايزوتونيك سوليوشن فريزنج بوينت بتاعته 52%، وتاني حاجة الكتاب اللي انا هشوف 1% من الدواء اللي موجود في الروشتة اللي هو كاتبه لي الدكتور هي الفريزنج بوينت بتاعتها بكام. يبقى الحاجتين دول اللي هنعتمد عليهم. نشوف بقى مثال. هو بيقول لك هنا ان 1% من NaCl solution has a freezing point depression 576 من 1000. ده اللي هو موجود في الميركي اندكس، هو من ديك 1% الفريزنج بوينت بتاعته كام. تمام. بيقول لك الايزوتونيكس saline solution of NaCl can be obtained by calculating the percentage concentration of sodium chloride required to produce freezing point depression 52%. ده بيقول لك يعني ان الايزوتونيك بتاع ال NaCl في الدم هو 52%. خلاص احنا عندنا بقى معادلة بسيطة كده. مقص احنا قلنا 1% الفريزنج بوينت بتاعتها كام اللي موجودة في الاندكس 576 من 1000. تمام. انا عايز اعرف بقى كام في المية هيكون ايزوتونيك مع الجسم اللي هو هيكون الفريزنج البوينت بتاعته 52%. خلاص يبقى الاكس 52 على 576 من 1000. خلاص طلعناها بكام؟ 9 من 10%. يبقى 9 من 10% من ال NaCl أو normal saline هو ده ال isotonic solution. تمام. يبقى كده احنا عرفنا المثال وعرفنا ان ال isotonic من ال NaCl كام في المية؟ 9 من 10%. تمام. وده كمان شوية هنعتبره standard في الطريقة التانية، فخد بالك. طيب كويس كده. احنا عندنا نوعين من المحلول، يا اما نون الكترولايت يا اما الكترولايت. يعني ايه نون الكترولايت؟ يعني ما بيتأينش، ما فيش ايونات موجوده في المحلول، هو عباره عن جزيء بس. خلاص. خلاصه الكلام ده كله ان بسبب الطريقه او باستخدام الطريقه اللي احنا كنا قايلينها من الاول او من شويه، استنتجنا قانون. القانون ده انت بتحفظه بتحل بيه مسائل النون الكترولايت. تمام. اللي هو ايه بقى؟ ان الاكس او الكمية اللي هي هتكون ايزوتونيك في الجسم بتساوي مولوكولار ويت من المادة اللي انت هتدخلها في الجسم في 52% على 186%. كده القانون بتاعك انت حفظته. خلاص يبقى انت النون الكترولايت ده انت حفظته. طيب انا بقى عايز اعرف يعني ازاي جت او ازاي جه القانون ده. هما لقوا في الاندكس ان المولكيولار ويت او 1 جرام مولكيولار ويت من اي نون الكترولايت، الفريزنج بوينت بتاعته 186%. تمام. يبقى هنحط بقى المعادلة بتاعت مولكيولار ويت الفريزنج بوينت بتاعتها 186%. يبقى الاكس من المادة دي احنا عايزين الفريزنج بوينت بتاعتها تكون 52% عشان تكون ايزوتونيك. خلاص يبقى الاكس هتساوي ايه؟ 52% مولكولار ويت على 186%. يبقى ده استنتاج القانون. يبقى انت عندك حاجة من اتنين، يا اما تشتغل مقصات لو جات لك مسألة تشتغل مقصات، يا اما تقول او تكتب القانون وتعوض في القانون على طول. تمام. طيب ده بالنسبة للنون الكترولايت. طب لو بالنسبة للالكترولايت، قبل ما نشوف الالكترولايت تعال نشوف مثال على النون الكترولايت. هو بيقول لك ان البوريك اسيد ده النيوكلير ويت بتاعه 60.8. تمام. هم عارفين البوريك اسيد ده اللي هو نون الكترولايت. خلاص يبقى النيوكلير ويت ده لو الفريزنج بوينت عنده في الميرك اندكس 1.86، يبقى 61.8 اللي هي النيوكلير ويت اللي مديهالك قدامها كام؟ 1.86. سواء جابها لك او مش جابها لك انت حافظها. الواحد من النيوكلير ويت من النون الكترولايت بيساوي
او الفريزنج بوينت بتاعته 1.86%، يبقى كام جرام من البوريك اسيد هيكون الفريزنج بوينت بتاعتها 52%. خلاص الطرفين في وسطين نطلع الاكس ب 17.3 جرام. طب ده بالجرامات، انا عايز احولها النسبة او كونسنتريشن، احولها ازاي؟ ما احنا عارفين من الاول هو قال لك ان الكتلة دي بتدوب في 1000 جرام من الوتر، يبقى الناتج اللي انت طلعته ده بيدوب في 1000 جرام من الوتر. يبقى بص كده في المعادلة دي، اهي 17.3 بيدوبوا في 1000 جرام من الوتر، يبقى كام في المية هتدوب في 100 جرام؟ طب ليه قلنا 100 جرام؟ لأن عارفين إن النسبة المئوية دي أنا قايلها لك في السوليوشن، معناها إن كل كام جرام موجودين في 100 ملي، هي نفس الموضوع كده. يبقى كام من المادة هتكون موجودة في 100 جرام، والطرفين في وسطين هنطلعها بالنسبة المئوية اللي هي 1.73%. يبقى أنت كده عرفت إن الأيزوتونيك بتاع البوريك أسيد هو 1.73%. تمام كده، ده المثال بتاع النون إلكترولايت. طب الالكترولايت هيفرق في النون الكترولايت ايه؟ طب ما احنا عارفين ان الالكترولايت ده عبارة عن ان في جزيء، جزء منه بيدوب وجزء ما بيدوبش، هناك كان كله ما بيدوبش، فكنا بنقول مولكولار ويت في 1.86 على 52%. لكن هنا احنا لازم نحط في الاعتبار الديسوسيشن فاكتور، اللي هو النسبة اللي اتقينت كام، او الفاكتور اللي اتقين كام، وهنعرف ازاي نحسب الفاكتور ده. يبقى اللي زاد عندي في القانون ده ان احنا ضربنا المقام في الديسوشيشن فاكتور، تمام، او ان احنا بقى القانون عندنا 52% في المولكولار ويت على 1.86% في الديسوشيشن فاكتور، ده الناتج بيدوب في 1000 جرام من الوتر. تمام كده. طيب يبقى انت ممكن تحط القانون ده وتحل بيه مسائل الالكترولايت. طب انا عايز اعرف الديسوشيشن فاكتور دي اعرفها ازاي؟ هيكون جايب لك في المسألة، هيقول لك يعني بص كده، بيقول لك ان ويك سوليوشن، طبعا احنا قلنا ويك سوليوشن كده، ما احنا عرفنا ان هو الكترولايت، بيقول لك ان الصوديوم كلورايد بيدوب 80% منه بيدوبه. يعني ايه 80% بيدوبه؟ من اصل 80 مليكيولز، يعني دلوقتي انا عندي 100% اهو من ان اي سي ال، 100 مليكيول من ان اي سي ال، داب منها كام؟ 80%. يبقى 80% داب اللي هو ان اي، و80% سي ال، يبقى اتبقى كام ما تقينش؟ 20%. تمام، يبقى المفروض ان ان اي سي ال اللي ما دابش 20%، واللي داب طبعا ان اي سي ال لما تقينها يبقى ان اي موجب زائد سي ال سالب، الايون ده 80% والايون ده 80% لان المولات متساوية. طيب يبقى ازاي بقى احسبها؟ قال لك القانون بتاعه اللي هو total number of particles of solute after dissociation، يعني العدد الكلي بقى للايونات والجزيئات الموجوده في المحلول بعد ما حصل dissociation، تمام، على النمبر اوف بارتيكلز بيفور dissociation. اللي هو ازاي بقى؟ اللي هو بص كده في القانون ده، احنا قلنا ان هنا 80% داب من ان سي ال، و80 من سي ال، و20 ما دابوش، يبقى 80 زائد 80 زائد 20 اللي هم ما دابوش على المية اللي هما اللي أنا داخل بيهم أصلي، اللي هما ال number of particles before dissociation، اللي هما المية، خلاص هيطلع 1.8، يبقى ال dissociation factor لل sodium chloride هو 1.8. تعوض بقى في القانون اللي هو ده، هو طبعا يديك molecular weight بتاع ال sodium chloride، وهتضربها في 52% على 1.86% في 1.8 اللي لسه مطلعينها. تمام كده، كده خلصنا الالكترولايت والالكترولايت. طبعا هو هنا بيديك مثال، بيقول لك المولكولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد 58.5، محتاج انها تحضر ايزوتونيك سوليوشن. طيب هنحط القانون بتاعنا، احنا عارفين الصوديوم كلورايد ده اللي هو الالكترولايت، فهنحط القانون بتاع الالكترولايت اللي هو 52% في المولكولار ويت اللي هو مديها لك 58.5 على 1.86 في الديسوسيشن فاكتور اللي انت برضو عارفها اللي هي ب 1.8، ولو هو مش اديها لك طبعا انت بتكون حافظها، ولو ده جاب لك مادة انت مش ذكرت في المحاضرة، هو هيقول لك هي تقينت بنسبة كام، وطبعا انت هتقين وتعرف زي ما حسبناها فوق الديسوسيشن فاكتور. طلعنا ان الاكس طبعا ده بالجرامات، هتطلع بالجرامات 9.9%، واحنا عارفين ان 9.9% دي بيدوبوا في 1000، يبقى كام هيدوبوا في 100 زي ما عملنا قبل كده عشان نجيب النسبة المئوية. يبقى احنا عرفنا ان 9.9%
من الصوديوم كلورايد بيدي تأثير ايزوتونيك داخل الجسم. يبقى ده طبعا دي تاني مرة نثبت نظرية ان 19% ده ايزوتونيك مع الجسم. طبعا بيديك مربع كده اللي هو النون الكترولايت ديسوشيشن فاكتور بواحد، طبعا اللي عنده اللي فيه 2 الكترولايت او 2 ايونز بيبقى 1.8 من 10، 3 ايونز 2.6 من 10. الجدول ده طبعا ايه حفظ، طبعا استنتجتها لك هنا، هي مش عليك بس انت ايه عشان تكون فاهم الارقام دي جت منين. زي مثلا CaCl2 ده عندك 3 ايونز، تمام، 3 ايونز قدامها كام؟ 2.6 من 10، وطلعت فعلا بعد ما حسبناها ان هي كام؟ 2.6 من 10. طيب تمام. في ملحوظة بقى بتقول لك ان انت ان احنا خلاص ادام معانا ده وعايزين ندخله الجسم يبقى لازم يكون ايزوتونيك مع الجسم. وطبعا البرسكريبشن اللي هي هتدخل الجسم دي بيكون فيها دواء واضافات واي حاجة هتدخل لازم بعد ما نظبط الكميات دي كلها ونشوف هي داخل الجسم بفريزنج بوينت قد ايه ونحسب على اساسها الفريزنج بوينت، تمام. طيب لو انت مثلا جيت حسبت البريسكريبشن وعرفنا البريسكريبشن ككل على بعض الفريزنج بوينت بتاعتها 42%، طبعا ده هايبوتونيك لانه اقل من 52%. طيب هنعمل ايه؟ قال لك انت قدامك حاجتين ممكن تضيفهم عشان تظبط بيهم الايزوتونيسيتي، يا صوديوم كلورايد يا اما ديكستروز، تمام. يبقى مهمة جدا دي، انا هظبط الايزوتونيستي بايه؟ مش باي حاجة، يعني مش تقول لي مثلا طب ما ازود كمية الدراج شوية، طب ما انت كده لما تزود كمية الدراج انت بوظت الافكت بتاعه، ممكن تزود التوكسيستي بتاعته، فده ما ينفعش. انا ادام هظبط الايزوتونيستي يبقى عندك حاجة من اتنين، يا اما ديكستروز ده طبعا محلول اللي هو الشوجر، يا اما صوديوم كلورايد اللي هو النورمال سلاين، تمام. وما نحسبش الايزوتونيستي الا بعد ما نحسب كل المكونات الروشتة الاول، بعد كده ايه لو في حاجة بنضيفها من بره من الدكستروز او ال اي سي ال اكويبر. طيب طبعا احنا عارفين الكلام ده اللي هو الايزوتونيك 52، الاقل منه يبقى هايبوتونيك، الاعلى منه يبقى هايبر تونيك. هندخل بقى على روشتة او بريسكريبشن. البريسكريبشن دي فيها كذا حاجة كده وعايزك تظبط لك عايز تظبط الايزوتونيستي بتاعت الروشتة دي، ودي بقى ايه يمكن شاملة كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، تمام، مهمة جدا دي. طيب هنعمل ايه؟ انت عندك خطوات ثابتة، خد بالك بس الاول نفنط البريسكريبشن كده ونشوف هي فيها ايه. هو بيقول لك ان الدواء تركيزه 2%، وعايزك تعمل ايزوتونيك سوليوشن من البوريك اسيد، خد بالك هو من هنا من بوريك اسيد، يبقى احنا هنضيف بوريك اسيد، تمام. والبوريفايد ووتر اللي هو حجم المحلول اللي بعد قد دي اللي هي التوتال فوليوم بتاعة المحلول 15 مللي، تمام. يبقى انت محلول 15 مللي موجود فيه 2% من الدواء، عايز يعرف ان الدواء ده هيدخل ايزوتونيك ولا لا، ولو مش هيدخل ايزوتونيك انا اضيف عليه بوريك اسيد بحيث ان انا اظبط الايزوتونيستي بتاعه. كده احنا فهمنا البريسكريبشن. الخطوات بقى، الاول انا لازم اعرف كمية الدراج دي لو دخلت الجسم هتعمل قد ايه فريزنج بوينت، لان احنا ده الاساس بتاعنا، احنا لسه عارفين الستاندرد بتاع الايزوتونيك هو 52%. فلو كان الدواء في الفوليوم ده بيحضر 52%، يبقى انا مش هضيف من بوريك اسيد حاجة، لكن لو اقل محتار ان انا اضيف بوريك اسيد بكمية معينة بحيث الكمية دي بتاعة البوريك على كمية الدراج الاتنين على بعض يكونوا 52% في الفريزنج بوينت. طيب هعمل ايه بقى؟ احنا قلنا هنعرف ان الدراج دي تكافئ قد ايه من الفريزنج بوينت، يبقى احنا هنروح للبيرك اندكس نشوف 1% من الدواء ده من الاتروبين سلفيت قدامه الفريزنج بوينت بتاعتها قد ايه، تمام. يبقى لو 1% سوليوشن لقوها ان هي ب7%، طيب لو 2% سوليوشن يبقى كام؟ هنضرب 2 في 7% تطلع اللي هي 14%. كده احنا عرفنا ان الاتروبين سلفيت ده لما يخش الجسم كأنه عمل 14% فريزنج بوينت. طيب انا المفروض التوتال يكون 52، يبقى المفروض ان انا هطرح 52 من الكمية دي عشان يبقى الكمية اللي فاضلة دي هي اللي ناقصاني، تمام. طيب يبقى احنا طرحت 52 اللي هي التوتال اللي هي المفروض ايزوتونيك من ال14 اللي الدواء ضافها، يبقى انا محتاج 38% فريزنج ويت عشان اضيفها مع الدواء. طيب
حلو، احنا عرفنا ان احنا هنضيف، هو طلب منك انك تضيف بوريك اسيد عشان تظبط الايزوتنستي. خلاص، يبقى انا هروح لل الميركي اندكس اشوف ال 1% من الدواء، من قصدي من البوريك اسيد اللي هو طالب يضيفه يكافئ قد ايه من الفريزنج بوينت. قالك ان 1% بيتكافئ 29% في الفريزنج بوينت، يبقى كام في المية هتكافئ 38% اللي انا كنت ايه محتاج ان انا اضيفهم؟ يبقى كمية او النسبة المئوية اللي انا محتاجها من البوريك اسيد هنضرب ايه 38% في 1 على 29% هتطلع 1.3%. طيب، يبقى احنا عارفين بقى ان 1.3% ده الحجم الموجود في 100 مللي. 1.3 دي موجودة في 100 مللي. طب هل هو في البريسكريبشن قايل لك 100 مللي؟ لا، ده هو قايل لي 15 مللي. يبقى خلاص 1.3 من المادة اللي هي البوليك أسيد موجودة في 100 مللي، يبقى كام من الجرام موجودة في 15 مللي اللي هو حجم البحلوكة كل؟ يبقى طلعت 195 من 1000 بوليك أسيد، 195 من 1000 جرام. يبقى أنا هضيف مع الأتروبين سلفيت 95 من 1000 جرام، يبقى الاتنين مع بعض البوريك مع الأتروبين سلفيت بقى ايزو تونيك. يبقى نرجع تاني بقى نثبت الكلام اللي احنا قلناه والطرق. اول حاجة انا لازم اعرف الدواء هيدخل لي قد ايه فريزنج بوينت داخل الجسم، يعني لما يخش الجسم كأنه دخل بفريزنج بوينت قد ايه. تمام. تاني حاجة اطرح الكمية الكلية اللي هي فريزنج بوينت الايزوتونيك من الكمية اللي الدواء ضافها عشان اعرف اللي محتاجها قد ايه، يبقى دي اللي محتاجها. طيب، بعد كده الكمية اللي انا محتاجها دي عايز اعرف هحتاج كام جرام عشان تجيب لي الكمية دي عشان تديني الفريزنج بوينت دي، منين بقى؟ من المادة اللي هو قال لك ضيفها لي اللي هي بوريك اسيد. تمام. طيب، بعد ما نجيبها هتيجي بالنسبة المئوية، فلازم احولها للجرامات عشان ايه هو عايزها بالجرامات لان انا بضيف كميات. تمام. طيب كده خلصنا اللي هو اول نوع اللي هو الفريزنج بوينت. طيب، تاني نوع بقى اللي هو الصوديوم كلورايد اكويفالنت. يعني طبعا احنا من شوية اثبتنا ان الايزوتونيك بتاع ال NaCl في الجسم اللي هو 9 من 10%. يعني لو اي حاجة دخلت تكافئ 9 من 10% NaCl فهو ايزوتونيك مع الجسم، لو اقل يبقى هايبو، لو اعلى يبقى هايبر. طيب، انا مالي ومال ال NaCl؟ قالك هو ال NaCl ده الستاندرد بتاعك، هو اللي موجود في الجسم ده الستاندرد. يعني ايه الستاندرد؟ يعني انا الدواء اللي هو مديهولي في الروشتة انا هحوله ل NaCl، يعني كمية الدواء اللي انا خدتها دي او اللي موجودة في الروشتة دي كأني خدت كام جرام من NaCl، هي نفس الفكرة كده. عشان كده قلنا equivalent يعني مكافأة. يعني مثلا 1 جرام من مثلا أي دواء أتروبين سلفيت مثلا كأني خدت كام جرام من ال NaCl، يعني لما خدت 1 جرام من ال من الدواء كأني خدت كام جرام من ال NaCl، هي دي الفكرة. طيب، أنا لما أعرف دي يبقى أنا عارف كأني دخلت كام جرام NaCl داخل الجسم، وبناء عليه مع الستاندرد بتاعي أقدر أحسب بيه النسبة أو الكمية اللي أنا محتاجها من الدواء أو الكمية اللي أنا هضيفها مع الدواء عشان أظبط بيها الأيزوتونيست. طيب، هعملها إزاي بقى؟ بص، إحنا عارفين طبعا برضو الميرك إندكس هنعتمد عليه ونروح نبص عليه. هنبص نشوف على حاجة بقى، إحنا في الأول في الفريزنج بوينت كنا بنبص ل1%، 1% من الدواء الفريزنج بوينت بتاعته كام. تمام. طيب، هنا بقى هنبص على 1 جرام من الدواء بيكافئ او كأني خدت قد ايه من ال NaCl، ده موجود فين؟ في الميركي اندكس. تمام. طيب، واحنا عارفين ان 9 من 10% من ال NaCl دي الموجودة ايزوتونيك في الجسم. طيب، يبقى احنا هنعتمد على الحاجتين دول. زي ما الطريقه اللي فاتت احنا اعتمدنا على الميركي اندكس ال 1% بيكافئ كام فريزنج بوينت،
والفريزنج بوينت الايزوتونيك بتاعتنا اللي هي 52%. طيب مديك بقى مثال، هو بقى على الاتروبين سلفيت برضو. طيب هو بيقول لك ان الاتروبين سلفيت 2%، هو محتاج ان يضيف ان اي سي ال عشان يعمل ايزوتونيك سوليوشن. تمام، التوتال فوليوم بتاعنا كام؟ هو 15 مللي. احنا قلنا متفقين اللي بعد اد ده التوتال فوليوم اللي هو 15%. طيب اعملها ازاي؟ هي نفس الفكره، انا عايز اعرف الاتروبين سلفيت ده اللي انا حطيته في الروشته ده لو خدته ودخلته الجسم كاني دخلت كام جرام من ان اي سي ال. يبقى اول حاجه انا عملت ايه هنا؟ 2% في 15. طب يعني ايه 2% في 15؟ طيب احنا متفقين ان احنا في المرة اللي فاتت كنا بنحسب على نسبة مئوية وكنا بنشوف في الاندكس 1% بكيف قد ايه في الفريزنج بوينت، لكن هنا انا بقول 1 جرام جرام من المادة او من الدواء بكيف قد ايه، يبقى لازم احول النسبة المئوية دي لجرامات. طب انا احولها لجرامات ازاي؟ ما احنا قلنا 2% دي موجودة في 100 لانها قالك في 100، يبقى 2 موجودة في 100، يبقى كام موجودة في 15 اللي هي ايه التوتال فوليوم، يبقى معناها 2 في 15 على 100. يبقى هي دي فكرة اللي هي 2% في 15، دي معناها 2 في 15 على 100 طلعت ب3 من 10 جرام، يبقى كأنك خدت 3 من 10 جرام من الأتروبين سلفيت. طيب احنا بقى هنروح على الكتاب ونشوف الأتروبين سلفيت ده ال1 جرام منه كأني خدت كام جرام من ان اي سي ال، لقوها 13%، يبقى ال1 جرام من الأتروبين كأني خدت بالظبط 13% جرام من ان اي سي ال. طيب 3 من 10 اللي هي الدواء بقى الروشتة، أنا عايز أعرف أنا كأني خدتها قد إيه، يبقى 3 من 10 جرام من الأتروبين بيساوي إكس جرام من ال إي سي إل، يبقى 13% في 3 من 10 على 1 طلعنا التوتال اللي أنا دخلت بيه، يعني الدواء ال2% اللي أنا خدتهم دول دخلتهم الجسم كأني بالظبط دخلت 39 من 1000 جرام من ال إي سي إل. طيب حلو، أنا عايز أعرف بقى الأيزوتونيستي بكام، إحنا عارفينها اللي هي ب9%. طيب 9% دي نسبة، أنا عايز أحولها بالجرامات عشان أبدأ أشوف الجرامات اللي أنا داخل بيها دي كويسة ولا لأ، أو أيزوتونيك ولا لأ. خلاص حولها، احنا قلنا 9 من 10 موجودة في 100، يبقى كام موجودة في 15 اللي هي الفوليوم، يبقى 19 أو 9 من 10% في 15 على 100 اللي هي طلعت ب535 من 1000 جرام. تمام، يبقى كده الدواء اللي أنا داخل بيه هايبوتونيك. ليه؟ لأنه أقل منه، انا دخلت ب39 من 1000 وهو 1 135. طيب عشان اخليه ايزوتونيك محتاج اضيف على الدواء قد ايه؟ يبقى انا هطرح الكميه اللي انا طلعتها دي من الكميه دي، تمام، اللي هي 135 من 1000 جرام، ده المفروض ايزوتونيك في السوليوشن كله ناقص الكميه ال ان اي سي ال اللي ضافها الدواء اللي هي 39 من 1000، يبقى انا ناقص لي بالظبط 96 من 1000 جرام من ال NaCl. خلاص يبقى انا ال quantity sufficient في البروشيتا دي خلاص بقت 96 من 1000. يبقى بعد ما حطيت ال NaCl هنا اللي هي 96 من 1000 اللي لسه حاسبها، يبقى خلاص معايا دلوقتي الاتروبين سلفيت مع ال NaCl الاتنين على بعض كأني عملت 9 من 10% NaCl. تمام، طيب حلو قوي. طيب افرض بقى مش قال لك ان اي سي ال كوانتيتي سفيشنت، يعني غير لك في الروشته مثلا وقال لك الان اي سي ال دي خليها لك بورك. خلاص حلو عادي جدا، انا طلعت الكميه اللي انا محتاجها من الان اي سي ال، وانا عارف من الكتاب ان الواحد جرام من البورك اللي هو عايز يضيفها قدامها قد ايه من الان اي سي ال. تمام، يبقى كام جرام؟ يبقى الكميه بتاعت الان اي سي ال اللي انا ضفتها دي عايز هعوز كام من الان اي سي ال، تمام، او من البوريك اسيد اللي هو عايزها. تمام، او تريح دماغك وثبتناها كده بقانون اللي هو بعد ما تطلع ال ان اي سي ال ايكويفالنت اللي انت محتاجها اقسمها على البوريك اسيد ايكويفالنت اللي هي موجوده في الاندكس، يعني مثلا يقول لك الاندكس 1 جرام من ال ان اي سي ال بيكافئها 5 من 10 جرام من البوريك اسيد. خلاص الكمية اللي انت طلعتها فوق اقسمها على 5 من 10 جرام. طيب افرض قال لك بدل ما تضيف لي ان بوريك اسيد او ان اي سي ال ضيف لي مثلا ديكستروز، هيقول لك ان ال1 جرام من الديكستروز يكافئه قد ايه ان اي سي ال. خلاص يبقى انت هتقسم ال ان اي سي ال اللي انت طلعته في الاخر
اللي هو ده وتقسمه على الجرام ايكوفالنت اللي هو مديها لك في الاندكس بتاعة المادة اللي عايز يضيفها. تمام كده خلاص خلصنا النوعين من المسائل اللي هي تقريبا فيها مشكلة. ثبت بس في دماغك الحاجتين دول. انا دلوقتي في الفريزنج بوينت انا هعتمد على الفريزنج بوينت، يبقى عندي حاجتين دلوقتي. اول حاجة ان الفريزنج بوينت بتاعت الايزوتونيك هي 52%، تمام. وتاني حاجة هعتمد عليها ان بيديني في الاندكس 1% من الدواء اللي هو عايزه يضيفه قدامه فريزنج بوينت معين، وبناء عليه هبدأ شغل. في الطريقة التانية هعتمد على حاجة ان 9% دي ال NaCl، ده الايزوتونيك، وبيكون مديني في الاندكس 1 جرام من المادة او الدواء اللي هو ضايفه، كأني بالظبط خدت قد ايه من ال NaCl، وبناء عليه هشتغل. تمام انت ممكن تقرا الفيديو او تسمع الفيديو ده مرتين وتقرا الكلام، يبقى كده خلاص. تمام ممكن ناس تفهم من اول مرة في الفيديو وده عادي جدا يعني، ممكن خلاص كده. وممكن الناس مش تجيبها من اول مرة، تركز في تاني مرة هتجيبها. الموضوع مهم يعني، مش يعني بلاش الناس تطنشه يعني. بس كده اللي محتاج اي حاجة بقى، لو هو موضوع محتاج فعلا نعمله فيديو انا ممكن يعني اعمل لعنوان معين، لكن صعب ان انا احط كمحاضرة كاملة يعني. تمام يلا بالتوفيق ان شاء الله.